هلو أصدقائي، اليوم بدود المعداني رح تكون الرسمة كتير سبيشل، لأنه رح نرسم مع بعض الباربيريان من لعبة كلاش رويال وكلاش أوف كلانز. الباربيريان هو one of my favorite characters باللعبة، بس بحالة حسيتني عم ارسم شوي بسرعة فيك تعمل بوز للفيديو وتكفي معي الرسم خطوة بخطوة. بالأول رح ابدأ برسم حواجب الباربيريان، فرح اعمل قوس صغير بمنتصف الورقة، وبقلب هاد القوس رح اعمل كمان قوسين كتير صغار. بعدين رح اوصل بين القوسين الاول والثاني بخط صغير، وهلأ رح ارسم انفو للبارباريان، فرح اعمل خطين عموديين نازلين من عند الحواجب. بنهاية كل خط رح اعمل مثل قوس او تقريبا شكل نصف دائري لحتى اعمل طرفين الانف، وبالاخر رح اوصل بين هدول القوسين بخط بالعرض. وهلأ رح ارسم العيون، فرح اعمل دائرتين على طرفين الانف. وهلأ رح ارسم بؤبؤ العين، فرح حط نقطة بقلب كل دائرة، وبالآخر رح ضيف خطين صغار تحت كل عين. هلأ رح ابدأ برسم الشوارب، فرح اعمل مثل خطين صغار طالعين من طرف الانف، وبنهاية كل خط رح يكون في قوس صغير. من نهاية هذا القوس رح ارسم خط عمودي نازل لتحت بهالطول تقريبا، وخط تاني من الطرف التاني. شواربه للبارباريان كتير طوال وعرض. هلأ بنهاية الخط رح اعمل مثل شكل نصف دائري على الطرفين، وبرجع بخط عمودي لفوق لهي النقطة تقريبا، وبوصل بالآخر بين هدول النقطتين بخط صغير بالعرض. وهلأ رح كفي رسم التم، فرح أعمل خط بالعرض مباشرة تحت الشوارب لأرسم الأسنان الفوقانيات، وللأسنان التحتانيات رح أعمل كمان خطين بالعرض من جهة تحت، ورح ضيف خط صغير تحت الأسنان. ومثل كل الرسمات رح ارسم للسان بقوسين صغار بقلب التم، هي اول قوس وهذا الثاني. وهلأ رح كفي رسم الاسنان، فرح اقطع بخط صغير فوق، ورح اقطع بخط ثاني كمان بالمنتصف من جهة تحت، وعلى طرفين هدول الخطين رح كفي تقطيع باقي الاسنان. البارباريان دايما معصب وعم بعيط وفاتح تمه. هلأ لكفي رسم الرأس رح ارسم السوالف تبع البارباريان، فعند هاي النقطة تقريبا رح ارسم خط لفوق وبوصله بحواجبه للبارباريان، وبنفس الطريقة رح ارسم بالطرف الثاني خط نازل لتحت بهذا الطول. هلأ بنهاية هدول الخطين رح اعمل شكل نصف دائري او قوس صغير، ومن نهاية كل قوس رح أعمل خط صغير طالع لفوق. من نهاية هدول الخطين رح أعمل قوس صغير أو شكل نصف دائري لأرسم أذنين البارباريان. هلأ فوق الحواجب رح حط نقطتين صغار، هي أول نقطة وهي تاني نقطة، ورح أوصل بيناتهم بقوس كبير لحدد فيه راس البارباريان من فوق، وبعدين من طرفين القوس رح أعمل قوسين صغار، ومن نهاية هذا القوس رح أعمل خط صغير نازل لتحت. رح أبدأ برسم الإيد بجهة اليسار، فمن عند الإذن من تحت رح أعمل خط فيه قوس كبير، وبيطلع الخط لفوق لهي النقطة. بنهاية هذا الخط رح ارسم اصبعه للبارباريان، وهي ايدول بده يكون حامل فيها السيف. لارسم قبضة السيف رح اعمل خط هون بالعرض، بنهايته رح اعمل خط صغير بالطول،
وبرجع بخط صغير كتير بالعرض. بالفراغ اللي عندي اياه هون رح اعمل 4 اصابيع. رح ارسم الاصابيع على اشكال دائرية او تقريبا بيضوية. هالطريقة عم برسم الاصابيع جنب بعضهم وبيكونوا كامشين السيف. بعدين رح كفي الايد من تحت، فرح اعمل قوس كبير نازل من هون، بلف وبوقف عند هاي النقطة. هلا رح ارسم شعراته هون للباربيريان، فرح اعمل قوس نازل من عند الراس لعند الايد. ولارسم الايد الثانية بجهة اليمين من تحت الاذن رح اعمل قوس كبير نازل من عند الاذن لتحت وبيوقف بهاي النقطة. هلأ رح كفي رسم الجسم من تحت، فرح اعمل من هاي النقطة قوس صغير نازل لتحت، وبالطرف الثاني رح اعمل كمان قوس ثاني بنفس الطريقة نازل لتحت، ومن هاي النقطة رح اعمل خط صغير لحتى كفي رسم هاي الايد. ولكفي رسم الصدر رح اعمل كمان هلا دورتين صغار، واحدة رح تكون هون والتانية رح تكون هون. ولتبين عضلات الصدر مزبوط رح اعمل خط هون وكمان خط هون. الباربيريان بضل شالح وعي من فوق صيف شتاء وما ببرد. هلا رح اقطع بخطين من هون عند الايد، لانه دائما هو بيكون لابس هيك شغلة جلد عند ايده، عند كف ايده. وبقلبه رح اعمل دوائر صغيرة، هدول يعني يمكن بسمير حديد. هلا رح كفي رسم السيف، فمن عند هاي النقطة رح اعمل خط صغير بالعرض وخط تاني من فوق، ورح اوصل بيناتهم بخطين بالطول. من هاي النقطة رح اعمل خط لهاي النقطة، هذا الخط بيكون بمنتصف السيف، فرح اوصل بيناتهم بخط بالعرض. وبعدين رح ارسم نهاية السيف، فرح احط نقطة هون ونقطة هون، وبوصل بيناتهم بزاوية كبيرة. هلا لكفي رسم السيف رح احط نقطة هون ونقطة هون، ورح اوصل بين هدول النقطتين لأطراف السيف. هذا أول خط. الخط الثاني اللي بدي ارسمه رح اترك فيه فراغات كتير صغيرة، فراغين، فرح وقف هون، برجع بعمل نصف دائرة صغيرة، بعدين خط صغير، كمان نصف دائرة، وبوصل لعند النقطة الأخيرة. هيك ببين طرفه للسيف كأنه مكسور منه شقفات صغيرة من قد ما عم بيضرب فيه. هلا لأرسم الشعرات رح اعمل قوس، من نهاية هذا القوس برجع بقوس صغير تاني، برجع بعمل قوس طالع لفوق، وبوصل آخر شي بقوس كبير لعند الجسم، فببينوا شعراته للباربيريان كأنهم عم بيطيروا. حوالين الباربيريان رح ارسم هلأ شكل عشوائي، فببين الباربيريان كأنه طالع من قلبه لهذا الشكل. انتو فيكن تعملوا أي شيب أو شكل بتحسوا بناسب الرسمة تبعكم. رح أبدأ أنا برسم قوس تحت عند جسمه للباربيريان، بوصل فيه كل الخطوط اللي ظلت مفتوحة. من نهاية هذا الخط رح أعمل مثل ويفي لاين كبير طالع لفوق، وبعدين رح أوصله مع السيف. وهلأ رح أرسم خط بين السيف وإيده للباربيريان، ورح كفي رسم الشيب بقوس صغير بيوصل لآخر نقطة. هيك بتبين إيده للباربيريان والسيف طالعين برات الشيب أو الشكل اللي رسمته. هلا بعد ما خلصت الخطوط الأساسية، بس رح أعرض شوي الأوتلاين أو الخط الخارجي تبع جسمه للباربيريان، وكمان للشيب الكبير حوالين الباربيريان. وهلا رح أبدأ بعملية التلوين، ومثل العادة أيمتى ما بدكن فيكن توقفوا الفيديو لحتى تعملوا ماتش بالألوان بين الرسمة تبعي والرسمة تبعكن.
حبيتوا الرسمة ما تنسوا أكيد تعملوا لايك للفيديو وكمان تكبسوا على زر السبسكرايب لحتى توصلكم كل الرسمات الجديدة. وإذا ما شفتوا هدول الفيديوهات فيكم تكبسوا هون أو هون. بالآخر ضلوا بعتولي رسماتكم واقتراحاتكم على myart@doodlewithdani.com.